بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي دلوقتي نكمل على المحاضرات اللي فاتت. كان فات 5 محاضرات ودي المحاضرة نمرة 6. دلوقتي الإيميل بتاعي مكتوب قدامكم على السلايد دلوقتي، فبعد ما تسمعوا الكلام بتاع المحاضرات دي وتقروه، وانتوا عم عندكم الكتاب برضه، عندكم الكتاب، الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي هو من نفس الكلام اللي موجود في الكتاب. الايميل موجود، لو حد عنده اي استفسار هيكتب على الايميل ده هرد عليه، ويستحسن وانت بتكتب الايميل اكتب تليفونك فيه، لانه لو انا حسيت انه الشرح عن طريق المراسلات بالايميلات مش هيبقى مفهوم قوي، فممكن يبقى نتكلم بالتليفون. انا بكلمك لو انا عايز اقول لك اي ملحوظ. هنبتدي دلوقتي بالريبيتيشن ستيتمنت، والريبيتيشن ستيتمنت اللي هي ستيتمنت تخليك تكرر يا اما ستيتمنت يا اما مجموعة من ستيتمنتس لغاية شرط معين ما يتم ما ينتهي. طالما الشرط سليم الستيتمنت عمالة تتكمل، طالما لو الشرط خلاص ما عادش سليم يبقى الستيتمنت بتنتهي. وفي جافا في شوية ستيتمنت، الوايل ريبيتيشن ستيتمنت زي ما قدامنا، الفور ريبيتيشن ستيتمنت، الدو ريبيتيشن ستيتمنت. بثلاث حاجات في الريبيتيشن ستيتمنت اللي هي الوايل والفور والدو. هناخد اكزامبل وهناخد شرح على كل واحدة من دول، وهناخد برنامج محلول، وفي النهاية هنديكم مجموعة من البرامج تعملوها. هنبتدي بقى بعد كده بالستيتمنت، الوايل ستيتمنت. الوايل ستيتمنت الصيغة العامة ليها كلمة وايل، وايل الصيغة العامة كلمة وايل. بينما الشرط ده صحيح، الكونديشن ده صحيح، تنفذ الستيتمنت اللي تحت دي. لو هي ستيتمنت واحدة بتكتبها وتعمل بعدها سيمي كولون زي ما انت عارفين، لو الستيتمنت هي مجموعة من الستيتمنت بتحطها بتوين براسل اللي هو القوسين اللي الماوس شغال عليهم دول، بتوين براسل. لكن لو هي ستيتمنت واحدة بتحطها على طول وتعمل بعدها سيمي كولون. أول ما الشرط يبقى غير صحيح يبتدي التنفيذ من الستيتمنت اللي بعد الوايل على طول، يبتدي التنفيذ من الستيتمنت اللي بعد الوايل. في اكزامبل على الوايل ستيتمنت، الاكزامبل بيقول رايت جيف ا بروجرام تو اسك ذا ستودنت تو كالكوليت ذا سكوير اند كيوب اوف 10 سكسيسيف نمبر ستارتنج فروم 20 روم 20. يبقى نعمل نكتب الرقم 20 والسكوير بتاعه والكيوب بتاعه. The desired output must be in one line such as. ادي مثال عندنا، الخارج هيطلع بالشكل ده، النمبر يتكتب نمبر والسكوير كلمة سكوير وتتكتب جنبها المربع بتاعه، وكلمة الكيوب ويتكتب جنبها الكيوب. طبعا في بالنسبة للرقم زي ما هو مديني في رأس المسألة، مديني في رأس المسألة ايه، قال start from 20، يبقى نبتدي على طول ال initial value عندنا 20. طب الشرط اللي عندنا ايه، 10 numbers، 10 numbers ابتداء من 20، يبقى الشرط لغاية ما نخلص ل 29، لأن من ابتداء من 20 إلى 29 دولت 29 10 أرقام. زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، الكلاس سميناه كلاس وايل، كلاس وايل كلاس نيم زي ما احنا عارفين وفاهمين بيبتدي بحرف كابيتال، بيبتدي بحرف كابيتال والباقي الحروف سمول، وتفتح الكود بتاع وبعد كده بابليك static void الكلام اللي احنا عارفينه، ونبتدي بالانيشال فاليو انتجر ان 20، ونعرف كل سكوير هيبقى انتجر برضه،
والكيوب هينت انتجر لانه مديني في راس المساله انتجر نمبر. الوايل ستيتمنت اللي هي موضوع الشغل بتاعنا هو وايل ان اقل من او تساوي 20، يعني بينما ان لسه ما وصلتش 29 هنحسب السكوير عباره عن ان مالتبلايد باي ان، والكيوب عباره عن ان مالتبلايد باي ان مالتبلايد باي ان، ونكتب سيستم دوت اوت النمبر زي ما قال لنا، وتحط النمبر السكوير وتكتب السكوير وكلمة الكيوب وتكتب الكيوب، دول كلهم في وان لاين. عشان كده الانستراكشن اللي عندنا برنت لاين، برنت لاين يعني المعلومة دي تتكتب في السطر الواحدة، وبعد كده نزود الان بواحد، ان زائد زائد، باعتبار ان احنا شايف كم خطوة تتنفذ. ادي الخطوة الاولى، ادي الثانية، ادي الثالثة، ادي الرابعة، 4 خطوات، وبالتالي لازم نحط براسل زي ما شايف بحركة الماوس، يبقى لازم يتحط براسل موجودين، لازم يتحط براسل. وبعد كده نقفل البرنامج، والبرنامج ده لو شغلته عندك هتلاقي هيدي نتائج صحيحة إن شاء الله. الستيتمنت اللي بعدها الفور ريبيتيشن ستيتمنت، الفور ريبيتيشن ستيتمنت، الفور ستيتمنت اللي عندنا بتتكون من كلمة الفور، كلمة الفور وثلاث حاجات، ثلاث عناصر تانية، ثلاث عناصر تانية. العنصر الأول initial value، بنبتدي منين؟ initial value. العنصر الثاني كنت استمر لغاية امتى؟ الكونديشن، الكونديشن. العنصر الرابع تحديث الانيشال فاليو، تحديث الانيشال فاليو. الانيشال فاليو بنسميها الكنترول فاريبل، بنسميها الكنترول فاريبل. يبقى اذا الثلاث عناصر بتاع الفور ستيتمنت الانيشال فاليو والكنترول فاريبل، الكونتينويشن كونديشن استمر لغاية امتى، بعد كده كل خطوة بعمل ايه، كل خطوة التحديث، كل خطوة التحديث. الشكل العام الاف ستيتمنت للفور ستيتمنت بتبقى كلمة فور، كلمة فور، وبعد كده ناخد initial condition، وبعد كده ناخد اللوب continuation condition، وبعد كده الاتريشن. بين كل واحدة من دول التلاتة دول التلات عناصر بيبقى فيه سيمي كولون، سيمي كولون، ادي واحدة وادي التانية، اذا بين كل عنصر وعنصر سيمي كولون. وبعد كده الستيتمنت اللي هي قابلة للتنفيذ، بيبقى اي ستيتمنت زي ما انتم عارفين في الجافا بتنتهي بسيمي كولون. لو اكتر من ستيتمنت بتتنفذ بنعمل ايه؟ معروفة على طول زي ما احنا عارفين، ما فيش مشكلة خالص، التو براسل يخلوني انفذ اكتر من ستيتمنت من في جسم الفور لوب. الفور ستيتمنت بعد ما كلمة فور لازم الثلاث عناصر بتاعها بتوين برانسيز، بتوين برانسيز، لازم بتوين برانسيز، ما ينفعش من غير. والفاصل بين الحاجة والحاجة سيمي كولون زي ما انتم شايفين. هي دي عبارة عن الشريحة دي تحتوي على الحاجات اللي انا شرحتها، معناها ما معنى كلمة الانيشال فاليوز، وما معنى كلمة الكنترول فيريبل، وما معنى كلمة الكونديشنز اللي موجود، وهنشوف الكلام ده في المثال. بس الحاجة المهمة عندنا هنا إن الكنترول فيريبل ما يتعرفش وما يتغيرش إلا جوه الفور لوب، جواها، بره مالكش داعي بيه، وبعد الفور لوب مالكش داعي بيه. المنطقة بتاع الفور لوب اسمها السكوب بتاع الفيريبل، السكوب بتاع الفيريبل. يبقى إذا الكنترول فيريبل ما يتعرفش إلا جوه فين؟ جوه الفور لوب، ما تتغيرش قيمته، ما تتغيرش قيمته الا من جوه الفور لوب، علشان تبقى الفور لوب مكتوبه بصحيحه.
الاستيتمنت بتاع الفورلو بالعناصر بتاعتها زي ما شرحنا من شوية، ادي الفور كاكي وورد، فور كي وورد، وادي الاثنين برانسيزهم الاول والثاني، ودي الانشال فاليو للكنترول فيريبل، ويبقى الكنترول فيريبل عندنا اسمه ايه؟ ام. والتحديث بتاع الكنترول فيريبل اللي هو الاتريشن كنترول فيريبل، التحديث بتاعه بيزيد بواحد زي ما انتم عارفين، زائد زائد. وبعد كده الكونديشن امتى اخلص الشغل ده؟ لما ام اقل من، طول ما ام اقل من او تساوي 100 بنشتغل، لو ام زادت عن 100 ما بنشتغلش. في تو سيمي كولون اهو، تو سيمي كولون دو ريكوايرد اهو، ريكوايرد سيمي كولون سيبريتور. يبقى اذا الفور لوب، الانستراكشن بتاع الفور لوب زي ما احنا شايفينه دلوقتي حالا. بالنسبة للارجومنت بتاع الفور لوب، انيشال فاليو، كونديشن، ابديتنج، ثلاث عناصر، كل عنصر من دول ممكن يبقى ارثماتيك اكسبريشن، مش شرط رقم، مش شرط رقم، ممكن يبقى ارثماتيك اكسبريشن. وهي الفور لوب نفسها هتحسب قيمته، وهي الفور لوب هتحسب قيمته زي ما المثال اللي قدامنا ده، فور انتجر جي تساوي اكس زائد 2. يبقى الانيشال فاليو لجي هي اكس زائد 2. طب نستمر لغايه امتى؟ لما جي اقل من تساوي 5 مالتبلايد باي اكس مالتبلايد باي واي. طيب نحدث كل قد ايه؟ كل ما ناخد واي على زد ونزودهم بواحد، واي على اكس ونزودهم بواحد. يبقى اذا اي حاجه من الثلاث عناصر بتاع الفور لوب ممكن تبقى ارثماتيك اكسبريشن، مفيش مشكله خالص فيها. طب مين اللي قايم الارثماتيك اكسبريشن؟ الفور لوب هي اللي تقيمه وتحدد امتى تبتدي وامتى تنتهي، وكل مره بيحصل ابديت بكام. مدي لك مثال، لو افترضنا ان اكس كانت ب3 وواي كانت ب5 ب15، يبقى اذا الفور لوب اللي عندنا اكس زائد 2 جي تساوي كام؟ 5، اللي هي 3 زائد 2. طيب جي اقل من او تساوي كام؟ 225، اللي هي جت منين؟ جت من 5 مالتبلايد باي 3 مالتبلايد باي 15 اللي هي 15. يبقى 15 في 15 ب225. طب جي بتزيد بكام؟ بتزيد بالواحد تحت شرط واي على اكس، واي ب15 واكس بكام؟ ب3، يبقى ب5. يبقى جي تساوي 5 6 7 8، كل مره بتزيد بواحد، كل اتريشن بتزيد بواحد، بتزيد بواحد وتبتدي من الخمسه. ده مثال يوضح لنا انه الارجومنت بتاعت الفور لوب ممكن ما تبقى ارثماتيك اكسبريشن، اي واحده منهم او كلهم ما فيش مشكله خالص. في برنامج على الفور لوب اهو قدامنا، رايت ا بروجرام تو كاونت اند ديسبلاي نمبر فروم 0 تو ليس ذان 5. يعني هتكتب الرقم، هتاخد الرقم 0 وتكتب اسمه 0، تاخد الرقم 1 تكتب اسمه 1، تاخد الرقم 2 تكتب 2 تي دبليو او، تاخد 3 تكتب 3 تي اتش ار اي اي، 4 4 اف او يو ار، لغايه لسه 5، يعني الخمسه ما تتحسبش لان اقل من 5. البرنامج ده قال لي احنا كنا نقدر نعمله بالوايل زي ما خدناه المره اللي فاتت، بس قال لك ده الوايل ده البرنامج ده عايزينه بالفور ستيتمنت بالذات. يبقى ده تطبيق تاني على اللوبنج بس بانستراكشن تاني، يعني احنا خدنا اللي فاتت الوايل دلوقتي اصبحت في الفور ستيتمنت. البرنامج عندي زي ما مكتوب اكزامبل، طبعا اسم الكلاس اكزامبل على الفور لوب، البابليك والكلام ده انتوا عارفينه، والكاونت رقم 5 هيبتدي من كام؟ يبتدي من الصفر، يبتدي من الصفر، والكاونت كل مره بيزيد بواحد. يعني الحته دي كان ممكن نقول زائد زائد الكاونت، مفيش مشكله خالص،
او الكاونتيز او زائد واحد عشان يبين لك ان الكاونت الابديتنج ممكن يبقى ارثماتيك اكسبريشن اهو، كاونت يساوي كاونت زائد واحد، او ممكن يبقى نشيل الحته الصغيره دي ونحط زائد زائد كاونت اللي هو بالزاد بيزيد بواحد. وبعد كده امتى نخلص؟ لما الكاونت اقل من خمسه، ويتعمل كلمه ايه؟ الكاونت الرقم this is count، ويحط لك الرقم خمسة زائد الكاونت اللي عندي صفر واحد اتنين تلاتة أربعة. وبعد كده دي خطوة إضافية بقى، دي خطوة إضافية، يعني إذا أنا عندي خلاص الفور ستيتمنت خلصت عندي هنا وان انستراكشن، دي خطوة إضافية. بعد ما أخلص الخمسة دول هيكتب لك done، هيكتب لك كلمة done، بس دي مش من ضمن دول، دي مش من دول. انت عارف لو حطينا برانسيز هنا، اتنين برانسيز هنا، كن بعد كل واحدة يكتب done، بعد كل واحدة يكتب done، لكن انا عايز done بعد ما نخلص. يبقى اذا دي ستيتمنت واحدة زي ما احنا شايفين كده، ستيتمنت واحدة ما فيش فيها. في نوع تاني من اللوبس اسمه نو بودي لوب. لو في انستراكشن، لو في اللوب بتنفذ حاجة صغيرة ما فيش داعي اعمل لها ستيتمنت مخصوص. في ممكن احط باعتبار ان انا اقدر اعمل جوه الارجومنت بتاع الدولوب اكويشن، احنا قلنا فيها ممكن تعمل كل واحده منهم تبقى ارثماتيك اكسبريشن. يبقى اذا احنا ممكن نستغل امكانيه الفور لوب في ان اخليها لو عندي انستراكشن واحد هيتنفذ بيعمل شغلانه معينه، اخلي الانستراكشن ده يتكتب جوه البودي بتاع جوه الفور لوب ارجومنت، جوه الفور لوب ارجومنت. والمثال اللي قدامنا ده هيوضح لنا ازاي استخدم الارجومنت بتاع الفور لوب في كتابة في انجاز ستيتمنت. البرنامج اللي عندي بيقول رايت اجابة بروجرام تو اد سيريز اوف نمبر، يعني عايزين نجمع مجموعة من الاعداد متتالية starting from 1 to 5. يبقى نجمع 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 using for loop without body. يعني هو اشترط لك، يعني انا كان ممكن اعملها بلوب عادية، لكن هو في شرط هنا without loop body، without loop body. البرنامج هتبقى برنامج سهل جدا اهو، example على الاف على الفور لوب void integer i والسم، لان عايز السم بتاع 5 نمبر بتستخدم من 0. هنبتدي الاي بواحد، الاي بواحد، وبعد كده i اقل من او تساوي 5، السم شايف السم يساوي زائد تساوي اي 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 زائد اي. الحته دي خلتنا عملنا حاجتين، خلتنا عملنا تحديث ابديتنج للكنترول فيريبل اللي هو اي، اللي هو اي زائد زائد، وخلتنا كمان جمعناه على الصم القديمه. يعني الانستراكشن اللي قدامي ده او الخطوه اللي قدامي دي عباره عن خطوتين في بعض. الخطوه الاولى ايه؟ تحديث ابديتنج للكنترول فيريبل اللي هو اي. الحاجه الثانيه خلتني جمعته على الصم، جمعته على الصم، فدي اتفكت لحاجتين بس. باعتبار ان احنا نقدر نعملها كلها في خطوة واحدة خلاص ما فيش مشكلة خالص خالص في هذا الموضوع. الفول لوب دي بقى في ايام لازم احط ايه؟ لازم احط لها سيمي كولون في الاخر، لان خلاص ما لهاش ستيتمنت هتتنفذ، لان الستيتمنت اللي اتنفذت جوه هنا. يبقى اذا الستيتمنت دي كلها نحط لها ايه؟ سيمي كولون، لان احنا عارفين في الجافا اي ستيتمنت تنتهي بسيمي كولون، اي ستيتمنت بتنتهي بسيمي كولون. والفور ستيتمنت دي خلاص انتهت، يبقى تنتهي بسيمي كولون. امال اللي فات ما كانش فيها سيمي كولون ليه؟ اللي فات كان فيها سيمي كولون بعد ما تنفذ الستيتمنت بتاعتها او البلوك بالستيتمنت، لكن هنا خلاص ما فيش حاجه عندي مستنيه انفذها داخل الفور لوب. يبقى اذا الفور لوب هنا تتقفل بسيمي كولون، ودي مهمة جدا يا باشمهندس، دي مهمة جدا جدا جدا. الانفينيت لوب ممكن
اخلي حاجه تتنفذ ما لا نهايه من المرات او عدد من المرات ما انا مش عارفه، بس انتهيه بستيتمنت اسمها بريك. فالبريك ستيتمنت دي هناخدها بعد شويه، بس باعتبار ان احنا بنشتغل دلوقتي في الفور لوب، فهنتكلم على الفور لوب اللي هتتنفذ ما لا نهايه من المرات. الارجمنت بتاعتها زي ما قدامنا اهي، فور اتنين سيمي كولون وبينهم قوسين، التو برانسيزز دول بينهم اتنين سيمي كولون، يبقى لا في انيشال فاليو ولا في كونديشن ولا في ابديت. يبقى اذا الفور لوب دي ما عندهاش حاجه. ترو ان اول ستيتس، ترو ان اول ستيتس، وهيبقى بعدها شويه ستيتمنت، شويه ستيتمنت. هتقول لي عملنا شويه ستيتمنت لان على الاقل لازم هدخل ستيتمنت هتتنفذ، وهدخل شرط، وممكن ادخل بريك، لانه ستيتمنت زي دي لو ما عملتش جواها بريك هتبص لا تتنفذ. طول ما الكمبيوتر شغال كل ما هي عماله تتنفذ، ما حاجاش هتوقفها نهائي، لان دي انفينيت لوب ما حاجاش هتوقفها. يبقى اذا على الاقل هيبقى في الارجمنت بتاعها، هيبقى في البودي بتاع الفور لوب، هيبقى على الاقل في ستيتمنت تخرجنا من الكلام ده. والا بص الاقي لو انا عملت مثلا فور وعملت الحركه دي اتنين سيمي كولون وبينهم برانسيز، وجوه البرانسيز دول وكتبت ستيتمنت واي تساوي اكس زائد زد، واكس ب10 وزد ب20، هتفضل البرنامج ده ما لا نهايه من المرات يتنفذ لغاية ما تطفي الكمبيوتر أو تزهق أنت وتمشي أو تقفله. يبقى إذا لازم هيبقى فيه هنا سيمي كو اتنين تو براسز، علشان هيبقى هنا 100% في أكتر من ستيتمنت. أقل حاجة ستيتمنت وكونديشن وبريك، ستيتمنت تتنفذ ولو حصل حاجة اخرج بالبرنامج. المالتيبل كنترول فيريبل فور فور لوب، للفور لوب نقدر نحط اكتر من متغير في الارجمنت بتاعها، اكتر من متغير في الارجمنت بتاعها. طب المتغيرات نحطهم ازاي؟ نحط المتغيرات وبين كل واحد كوما، نحط كوما فاصلة فاصلة، نحط كوما بين كل متغير والتاني، مفيش مشكلة خالص لهذا الموضوع. يبقى عندنا برنامج موجود عندنا اكزامبل رايت اجابه بروجرام عشان اكثر من متغير، مالتيبل فيريبلز، مالتيبل كنترول فيريبلز. رايت اجابه بروجرام تو هاف تو انتجر نمبر، الفيرست نمبر اي، وده ستارت من صفر لغايه انكريز تو 10، يعني صفر وواحد واثنين وثلاثه واربعه لغايه 10. والسنجر نمبر اسمه جي، ستارت من 10 ديكريز لغايه صفر، يبقى 10 9 8 وانت ماشي كده، 7 6 5 4 وانت ماشي كده لغايه until 0. The program should display the two numbers such that the first number is smaller than the second number. يبقى الشرط اللي عندنا الفيريبل الاول اقل طول عمره يبقى اقل من الفاريبل الثاني، واحد بيزيد وواحد بينقص. فما دام الفاريبل اي اقل من جي عمالين نشتغل، لو الاي بقى اكبر من جي لان اي بيزيد وجي بيقل، يبقى اذا هيلتقوا في نقطه يساوي بعضهم، وبعدها هيبقى اي اقل من جي واحنا ماشيين. البرنامج بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. فور اي تساوي صفر، شايف الفاصله اهي، الفاصله اهي، وجي تساوي 10، يبقى نبتدي بزيرو في الاي و10 في الجي. طب هيحصل ايه بقى؟ طول ما اي اقل من جي يحصل انه يتكتب الاي والجي. اي عماله تزيد بواحد لانها ابتدت من الصفر، يبقى اي بتزيد بواحد، والجي بتقل بواحد لان الجي ابتدت بالعشر، يبقى اي تزيد 0 1 2 3. امال جي بتبتدي ازاي؟
10 9 8 7 6 5 وانت ماشي كده لغاية ما يتحقق الشرط اي اقل من، طول ما الشرط متحقق شغالين. اول ما يجي اي اكبر من جي او تساوي جي خلاص يتوقف الموضوع، ونطبع كلمة اي وكلمة جي، ونطبع قيمة اي ونطبع قيمة جي. البرنامج بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكلة خالص. فور اي تساوي صفر، شايف الفاصلة اهي، الفاصلة اهي، وجي تساوي 10، يبقى نبتدي بزيرو في الاي و10 في الجي. طب هيحصل ايه بقى؟ طول ما اي اقل من جي يحصل انه يتكتب الاي والجي. اي عمالة تزيد بواحد لانها ابتدت من الصفر، يبقى اي بتزيد بواحد، والجي بتقل بواحد لان الجي ابتدت بالعشر، يبقى اي تزيد 0 1 2 3. امال جي تبتدي ازاي؟ 10 9 8 7 6 5 وانت ماشي كده لغاية ما يتحقق الشرط اي اقل من، طول ما الشرط متحقق شغالين. اول ما يجي اي اكبر من جي او تساوي جي خلاص يتوقف الموضوع، ونطبع كلمة اي وكلمة جي، ونطبع قيمة اي ونطبع قيمة جي. كنا قلنا قبل كده ان احنا محتاجين حاجة تخرجنا من الانفينيت لوب. ففي ستيتمنت تخرجنا من اللوبس كلها، اي لوب موجودة لو حصل حاجة معينة عايز اخرج منها، لو حصل حاجة معينة عايز اخرج منها وما ارجعش ليها تاني وما ارجعش ليها تاني، بنحط الشرط ونحط جنبه كلمة بريك. اهي شايف الارجومنت بتاع الشرط كلمة بريك. بريك تخرجك من اللوب immediately ولا تعود لها مرة تانية، تخرج مرة واحدة، تخرج خالص. البريك ستيتمنت ليها استخدامات. فهنا دو ستيتمنتس، اي ستيتمنتس، اي دو ستيتمنتس، اختبرنا الشرط، نفذنا الستيتمنت، وبعد كده ابتدينا في الوايل. يبقى هنا عندنا حاجة بقى، ذا دوال ريبيتيشن ستيتمنت از اولويز اكسكيوتد ات ليست وان، ات ليست وان. ليه بقى؟ حتى لو الشرط غلط بنبتدي بايه؟ بدو، بنبتدي بدو حتى لو الشرط غلط، ما تفرقش، ببتدي بالدو على طول وبعد كده اختبر الشرط. يبقى اذا ما عدتش انا على الشرط الا بعد ما نفذت الاستيتمنت مره واحده على الاقل. طب لو الشرط صحيح بنكرر، لو الشرط غلط بنتوقف، ويبقى نفذنا الاستيتمنت دي، مجموعه الاستيتمنت دي مره واحده، مجموعه الاستيتمنت نفذناها مره واحده. الشكل العام للدو وايل ستيتمنت اهو، دو دي كي وورد، ووايل كمان كي وورد، وستيتمنت موجوده اهي. الشرط ما دام الشرط صحيح بننفذ، ما الشرط غلط ما بننفذ. الشرط ده بيختبر بعد ايه؟ اهو شايفين، اهو شايف لو مشينا في السيكونس، دو ستيتمنت كونديشن، اهو دو ستيتمنت اختبار الشرط، يبقى الستيتمنت نازل عليها مباشرة بعد الدو. يبقى اذا الستيتمنت دي على الاقل حتى لو الشرط غلط على الاقل هنفذها مرة واحدة. طب لو الستيتمنت دي مجموعة ستيتمنت، ما انا دي عملية بسيطة، احطها بين بتوين ايه يا باشمهندس؟ بتوين براسل، نحطها بتوين براسل، بتوين براسل ياخدوا لك مجموعة الستيتمنت. طبعا بعد الدوايل، اي بعد الدوايل وايل كونديشن تقفل، شايف شايف السيمي كولون، لان خلاص الدو ستيتمنت نهايتها هي دي. امال السيمي كولون، ده السيمي كولون نهاية الستيتمنت دي نفسها، لكن الدو وايل ستيتمنت نهايتها السيمي كولون الثانية دي. السيمي كولون ما تنسوش الكلام ده يا باشمهندس، ما تنسوش الكلام ده. عندنا على الدوايل
البرنامج بيقول لا ريت اجابه بروجن تو كاونت اند ديسبلاي نمبر فروم 1 انتل ذا نمبر ريتش 10. هنعد ارقام من 1 ل 10 من 1 ل 10 باستخدام الدوال ستيتمنت. ده برنامج صغير ما فيهوش اي شغل خالص. هنستخدم الدوال نكتب الدو والستيتمنت بتاع الكاونت ووايل اللوب. اللوب في اللي عندي الكونديشن اللي عندي هيبقى الرقم اقل من او تساوي 10. وبعد ما خلصت الاتريشن دي كلها بنعمل بنكتب كلمه دم. البرنامج زي ما مكتوب قدامنا هو على طول برنامج على الدو. الكاونت بواحد دو السيستم دوت برنت لاين ديسكاونت كاونت بواحد ونعدل الكاونت يبقى بكام باتنين. وهل الكاونت وصل لعشرة؟ لسه ما وصلش. نرجع تاني ننفذ. فاحنا منفذين البودي اهو. ادي الستيتمنت الاولى وادي الستيتمنت الثانيه وادي الكونديشن عندي. بعد ما يطبع الكاونت يزوده بواحد ويبتدي يسال هل الكاونت وصل للعشره؟ يقول له لا. يرجع ثاني ويزوده بواحد هل الكاونت وصل للعشره؟ لا. ولغايه ما يخلص يبقى شايف كلمه الدن. بقى الدن دي الستيتمنت بعد ما خلص الدوايل يبقى يكتب كلمه دن لان الدو ابتدت الستيتمنت دو بكلمه دو وانتهت بسيمي كولون. انتهت بسيمي كولون. في ستيتمنت كمان اسمها كونتينيو. الستيتمنت كونتينيو دي تخليك لو انت قابلتها تعدي الخطوات اللي جايه كلها وتبتدي من اتريشن جديد. تعدي الخطوات اللي جايه كلها وتبتدي اتريشن جديده. يبقى اذا الكونتينيو البريك تعمل ايه؟ البريك تخرجنا من اللوب خالص وما نرجعش ليها. امال دي تعمل ايه؟ تخرجنا من باقي الخطوات في مره واحده. تخرجنا من باقي الخطوات في مره واحده بس نرجع للايتريشنز مره ثانيه. الكونتينيو لها صيغه بس كلمه كونتينيو بس. كونتينيو بعدها سيمي كولون زي البريك. كان لها كلمه بريك وبعدها سيمي كولون. يبقى اذا الفرق بين البريك والكونتينيو البريك بتخرج من اللوب وما ترجع لهاش نهائي. امال الكونتينيو الكونتينيو اخرج من مجموعه الاستيتمنت اللي عليها الدور في التنفيذ واخد الايتريشن اللي بعده. واخد الايتريشن اللي بعده. في برنامج عندنا هو موجود على بيستخدم فيه الكونتينيو ستيتمنت. بنستخدم فيه الكونتينيو ستيتمنت. البرنامج بيقول او المثال اللي بيقول a person saves 5000 pounds in a 7 جمعه accounting bank. في احد واحد عنده 5000 جنيه حاطتهم في بنك. This bank yields 15% simple interest rate. فايده بسيطه 15% for an interval of 10 years. الراجل حاطط الفلوس بتاعته ل 10 سنين. 10 سنين. يبقى اذا الانترست ريت هيتحسب 5000 في 15% كل سنه. كل سنه 15% كل سنه. والارباح ما تتجمعش لان ده ايه يا باشمهندسين؟ سمبل انترست ريت. هيدخل البنك هيدخل الشخص للبنك رايت اي بروجرام تو كالكوليت اند ديسبلي ذا توتال اماونت اوف ماني ات ذا اند اوف ايتش يير اوف 10 يير. لكل سنة يقول لي أنا كسبت كام، السنة اللي بعدها كسبت كام، يعني السنة الأولى ال 5000 هيبقى هيكسبوا كام؟ 5000 في 15 على 100 هيكسبوا 750 جنيه، يبقى الإجمالي الرقم 5750. الرقم اللي بعده السنة اللي بعدها هيكتب 1500 يبقى 6500. هيجي في سنة يقول له أنا مش عايز الأرباح السنة دي تبقى كام؟ يعني مش عايز يقراها، هي تتحسب. بس مش عايز يقراها او يستني. اكسبت ذا يير انترد باي يوزر. طب السنه اللي مش عايز يشوف الارباح بتاعتها ايه؟ هو هيدخل السنه، هو هيدخل السنه، يقول له انا مش عايز اعرف ارباح السنه الثالثه، ما خلاص ما فيش مشكله خالص. ذا بروجرام يوز ذا كونتينيو ستيتمنت. هنشوف البرنامج في السلايد اللي بعدها على طول. البرنامج اهو لانه هيدخل السنه اللي عليها الدور اللي عايز ما يشوفش الارباح بتاعتها
ويبقى زي ما احنا ندخل على طول امبورتر، امبورت جافا دوت يوتيل دوت سكانر، دي تستخدم لايه يا باشمهندسين؟ للانبوتس اللي تدخل من الكيبورد والكلاس، سميناه الكلاس 3 و 8 3، واحنا عندنا الفويد السكانر دي الستيتمنتس دي كلها انتجر يير بقى يير، انتجر السكيب يير، السكيب يير السنة اللي عايز يهرب منها السكيب يير، ندخل الرقم انتر السكيب يير يدخله ويتخزن في السكيب يير. يبقى اذا السنة اللي مش عايز يعرف فيها الارباح تساوي ايه يا باشمهندسين؟ هتبقى متخزنة في السكيب يير دي. هيحسب كل سنة، يحسب الأرباح السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة، وكل مرة يقارن هل السنة اللي أنا فيها دي هي سنة السكيب يير ولا لأ. إذا كانت سنة السكيب يير يكونتينيو كونتينيو، يعني ما يعملش الأرباح بتاعتها، ما يحسبش الأرباح بتاعتها ويرجع. افرض كان دخلنا ستة، دخلنا سكيب يير ستة، يبقى إذا في السنة السادسة ما يحسبش أرباح. أمال يعمل إيه؟ يكمل بقى في السنة السابعة والسنة الثامنة والسنة التاسعة والسنة العاشرة. يبقى إذا بس الكونتينيو يسكيب من اللوب اللي عليها الدور في الشغل، أمال يكمل ويكمل بعد كده. في شوية مسائل عندكم موجودين في الكتاب وأنا كاتبهم مرة ثانية هنا. رايت وايل ستيتمنت بروجرام سيجمنت which can be equivalent for loop. طب شوف لي اكتب لي الدوس الوايل ستيتمنت والفور لوب، حطهم قصاد بعض كده وتقول امتى يبقى equivalent لبعض او شكلهم ايه لما يبقوا يكافئوا بعض. لما تعمل برنامج بالوايل اقول لك اقدر اعمله لك بالفور لوب، نفس البرنامج تعمله بالفور، او عملت برنامج بالفور اقدر اقول اقلبه لك بالوايل، نفس البرنامج بنفس الداتا بنفس الانستراكشن. عايزين نعمل حاجه زي كده. الحاجه الثانيه رايت الجافا بروجرام تو اد سكسسيف نمبر ستارتنج فروم 5 انتل ذا سم ريتشز 3000. السم هو اللي ريتش، مش الرقم، مش اللقب، لا، يعني نجمع 5 زائد 6 يبقى 11، يبقى من لسه ما وصلناش. 11 زائد 7 يبقى 18، لسه ما وصلناش. 18 زائد 8 يبقى 26، ما وصلناش، وهكذا. يبقى الصم هو اللي يبقى التشيك هيبقى على الصم، الكونديشن على الصم. دي ممكن تتعمل بالواير لوب، بالفور لوب، بده زي ما انت عايز، ما حددلكش هنا بحاجه. يبقى تقدر تتعمل بالوايل او تقدر تتعمل بالفور لوب. المساله اللي بعدها جرايت الجافا بروجرام تو اد انتجر نمبر بتوين 1 اند 389 الاود نمبرز، بس الانتجر الاود اللي هو الارقام الايه الفرديه، يبقى 1 و3 و5 و7 و9 و11، وانت ماشي كده ارقام في كل الارقام الفرديه لغايه امتى؟ لغايه ما نصل ل 399 399. يبقى هنا الانكريمنت هيبقى بالاثنين بقى مش بالواحد، يمكن ان الاود نمبر الواحد اللي بعده على طول 3 اللي هو زياده 2، 3 بعدها 5 زياده 2، اللي بعدها بقى على طول